أطلق صندوق العمل تمكين بشراكة مع مصرف البحرين المركزي ومعهد الاكتواريين في لندن ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية مبادرة لإعداد وتوظيف عدد من الكوادر البحرينية في مجال العلوم الاكتوارية للعمل ضمن شركات التأمين في مملكة البحرين. ويعتبر معهد الاكتواريين في لندن الجهة الرائدة عالميا في منح التراخيص اللازمة لإعداد الاكتواريين، وذلك بعد التحقق من اجتياز الطلبة للمتطلبات الرئيسية التي تتضمن عددا من الاختبارات في الأساسيات والتخصصات الفنية والتطبيقية. البحرينيين في هذا المجال واعتماد الشركات نحو مزيد من التطور والتقدم للمجال المالي والمصرفي في البحرين، تلمس مصرف البحرين المركزي وصندوق العمل تمكين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية تلمسوا الحاجة الفعلية لتأهيل وتطوير كوادر وخبراء اكتواريين بحرينيين، وهو ما تطلب إطلاق برنامج خاص لتدريب وتوظيف الخبراء الاكتواريين، وذلك تماشيا مع تطلعات البحرين الواعدة في خطة التعافي الاقتصادي. عمل مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع تمكين لبحث فرص المناسبة لتطوير قطاع الخدمات المالية ومن ضمنها قطاع التأمين، ولاحظنا أنه واحدة من الأمور المهمة في الواقع اللي نستدعي الوقوف أمامها هو تطوير الكوادر البشرية في هذا القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالخبراء الاكتواريين. وعلى ضوء هذه الدراسة نسقنا مع الأخوان في تمكين لإعداد برنامج يشجع الشباب البحريني للانضمام إلى هذه المبادرة لتأهيل كوادر في قطاع الخبراء الاكتواريين. راح يتم تدريب وتوظيف عدد من البحرينيين لمزاولة مهنة الخبير الاكتواري. لا شك أن هذه مبادرة جدا مهمة تأتي في سياق تركيز تمكين بشكل كبير على محور التدريب اللي يعتبر أحد أهم محاور رئيسية في استراتيجية التمكين الجديدة خلال السنوات القادمة. نجاحكم بيؤدي إلى نجاح المبادرة. برنامج تدريبي متكامل تسعى من خلاله الجهات الثلاث إلى رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي وتلبية متطلبات السوق المالية المحلية والإقليمية بالخبراء الاكتواريين وفق أعلى المعايير الدولية لتأهيل واعتماد الخبراء في هذا المجال الحيوي. البرنامج مو بس برنامج لإتمام شهادة مهنية، البرنامج أيضا بيكون فيه توظيف. فأول جزء من العملية اللي هي عملية التوظيف والاختيار، فلما المشارك أو المرشح خريج علوم اكتوارية حامل لشهادة أكاديمية أو أتم بعض الامتحانات من المعاهد الاكتوارية الدولية بيتم استقطابه أو توظيفه من قبل شركات التأمين في البحرين، وبيبدأ بالإضافة إلى عملية التوظيف بيبدأ رحلة الامتحانات ورحلة التأهيل حتى يصبح خبير اكتواري. بالنسبة إلى العاملين في القطاع نفسه المتخرجين الجدد، يعني هل أيضا لهم حق؟ تفاعل بناء بين المساهمين في إعداد البرنامج ومختلف الشركات والمؤسسات المعنية يؤكد على الحاجة الفعلية لتطوير وتدريب الكوادر البحرينية وإكسابهم الخبرات الاكتوارية تحقيقا لطموحات كبيرة في استراتيجيات صندوق العمل تمكين للتدريب والتوظيف بيد في الأهداف الوظيفية نحو تطوير وتعزيز القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين. تأتي هذه المبادرة لتوفير وخلق بيئة خصبة للخبراء الاكتواريين وفق آلية عملية تضمن توفير الخبرات الأكاديمية والمهنية المطلوبة والمعمول بها في هذا المجال دوليا. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.